السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف ماروسي. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نحفظوا شخصية فرنسية اللي هي جاك سوستال. ماذا بكم تحطوا لي في التعليقات الشخصية ولا المصطلح اللي راكم حابين تحفظوه؟ وقبل ما نبدأ إن شاء الله المصطلح، عندي زوج تاع الملاحظات. أول ملاحظة، واش هي جماعة اللي راها تتفرج وما راهاش تدير جام ولا؟ أول حاجة، أنا هذاك الجام ما راحش يفيدني. واش هي الجهة اللي راح يفيدني فيها؟ أنا راح يشجعني باش نعطيك المزيد. يعني أنت كي راك تتفرج، يعني راك مهتم، دير جام باش نعرف باللي راك تتفرج، ماشي نشوف انايا مثلا 100 في مع مقابل 10 تاع لي جام. فهمنا؟ قلت لكم انا جام هذيك لتشجيعي فقط، باش ندير لكم المزيد من الفيديوهات، هذا هو فقط. اما من حيث الارباح، انا ماني ندخل بارباح، عندي من جهه الدورات راني ندخل الارباح الحمد لله. ثاني ملاحظه، واش هي دائما كنقول لكم اكتبوا لي المصطلح في تعليق، هكذا باش تساعدوا الفيديو على الانتشار، وكذلك راكم تكتبوا راكم تراجعوا. وثانيا راني نقرا التعليقات نتاعكم، يعني كي اللي نشوفه كاتب المصطلح ولا الشخصيه ماشي مليح نصحح له باش ما تحفظوش حاجه خطا. اذا بدون اطاله جماعه، على بالي بلي طولت عليكم وسمحوا لي على كل حال، حبيت فقط نوضح بعض الامور. جاك سوستال راكم تلاحظوا باللي جا عندها لون ازرق باش نربطوها بفرنسا، وسطا عندها لون اخضر باش نربطوها بالجزائر. الان واش راح ندير؟ هذيك ستا نوعا ما ستة، صح ولا لا؟ ستة، واش قبلها؟ خمسة، راح نكتب هنا 55. إذا باش نقول ونديرها على شكل واو، باش نقول جاك سوستال ولي عام على الجزائر سنة 1955. جاك سوستال ولي عام على الجزائر سنة 1955، وعرف بمشروعه الإصلاحي جاك سوستال. عرف بمشروعه الإصلاحي، نديروها بالأحمر أحسن. عرف بمشروعه الإصلاحي جاك سوستال. نزيدو أمر آخر، قلنا هذيك الجا فرنسا والجا كذلك ربطها بالجزائر، مقتنع بأن الجزائر فرنسية، مقتنع بأن الجزائر فرنسية. ممكن نزيدو لها أمر آخر، عرف بسياسته الإدماجية، هذيك آخر أمر، عرف بسياسته الإدماجية. إذا نعيد جماعة، واش قلنا؟ قلنا جاك سوستال هذيك باللون الأخضر ستة، يعني 55، باش نقول والي عام على الجزائر. ماذا بكم تعاودوا معي هكذا باش تحفظوا في السع؟ والي عام على الجزائر سنة 1955، عرف بمشروعه الإصلاحي جاك، ولا مشروع جاك سوستال الذي عرف باسمه. نزيدو نقولوا مقتنع بفكرة الجزائر فرنسية، وعرف أيضا بسياسته الإدماجية. كان معكم يوسف ماروسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.